انا صلاح الجيم النهارده بنشوفه ازاي، وكنت عندك فعلا الاحساس ان انت هتنزل تحط جون يا صلاح؟ الحمد لله، طبعا كل اللعبة كانت مركزة مش انا بس. النهارده الماتش هناك كان صعب جدا برغم الفرص اللي احنا ضيعناها، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله قدرنا نركز النهارده ونكسب 4-0، وان شاء الله البطوله احنا مركزين فيها جدا، يعني مش قادر اقول لك يعني اكتر. قول لي المستر باتريس وكابتن محمد يوسف بيتكلم معاكم ازاي تلاحم المباراه الكبير اللي اتكلمنا عليه، وجمهور النادي الاهلي النهارده كان ليه تاثير كبير جدا، وكانت فرحه كبيره جدا بالنسبه لك مع الجمهور يا صلاح؟ احب اقول للجمهور، اقول لهم ان شاء الله بطوله افريقيا مش هتطلع من النادي الاهلي باذن الله، واشكرهم على الدفع لينا النهارده، قدرنا نحقق الفوز بنادي الفوز ده لجماهير النادي الاهلي. عايز اتكلم على اللعيبه الكبار عاشور وفتحي وكل اللعيبه الكبار بصراحه، ازاي بتتعامل معاك وازاي بتتعامل مع كل اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل مستمر وليهم كان دور كبير جدا خلال المباراه اللي فاتت صلاح؟ بيتكلموا معانا على طول، بيقولوا لنا ما عادي بطوله الدوري بطوله ابطال افريقيا يلعبوا برجوله، ان شاء الله احنا ابطالها على طول. اللعيبه الكبار لهم دور كبير طبعا في البطوله، بيتكلموا مع اللعيبه الصغار اللي هم لسه اول مره يشاركوا في بطوله افريقيا، بيدونا حافز على طول في الملعب. انا اول ما نزلت لقيتهم كلهم في ظهر على طول، فانا بشكرهم وان شاء الله باذن الله بطوله تبقى لينا. يعني اخيرا باخد منك رساله لكل جمهورنا، المباراه القادمه والمباراه العاديه ان شاء الله يكونوا متواجدين كالعاده ومساندتهم كالعاده، صلاح محسن هيقول لكل جمهور النادي الاهلي؟ اقول لهم جمهور العظيم، اشكركم على مساندتكم ليا، وان شاء الله بطوله افريقيا. وانا عايز اوضح حاجه بس، عشان في عندنا في البلد كنت بقول، انا اصلا دايما بقول ان انا بلدي عزبه الحكيم، فانا غلطت في كلمه قبل كده وقلت مثلا موت ابو علي، انا موت ابو علي كلهم على دماغي وكده، وانا اصلا من عزبه الحكيم مش من حته غير عزبه الحكيم يعني. واشكر جماهير عزبه الحكيم وموت ابو علي وطارود، طبعا طارود بلدي برضو وعزبه الحكيم وموت ابو علي، بس انا الحكيم نفسها يعني حبيبي. ربنا يخليك، ربنا يخليك.